تاني نقطة في البرايمري سيرفي بريدنج. طبعا احنا اتفقنا احنا البرايمري سيرفي بتاعنا ايه؟ الاير واي والسيرفايكال كنترول، دي خدناها في الفيديو اللي فات. الفيديو ده بقى هنتناول البي اللي هي بريدنج. كل نقطة في البرايمري سيرفي عبارة عن حاجتين، تعمل اسيسمنت للموقف بتاعها، وبعدين تحاول تعمل مانجمنت لهذه النقطة. فأول حاجة طبعا ساعة ما نخش على العيان عامل حسد، هتعمله ازاي اسيسمنت للبريزنج؟ First of all inspection. Inspection حط ودانك كده هون جنب النوز والأورال كافيتي بتاعته عشان اسمع في هواء داخل وطالع وبيتنفس ولا لا. فاول حاجه بالانسبكشن نشوف الاير موفمنت، ودي بتتسمع. كمان لو انت بقى سامع الهواء حاول تشوف لي وتعد لي الريسبيراتوري ريت، وما تنساش طبعا الافيشنسي اوف ريسبيريشن دايما كمان بنعرفه بال سيانوزس. بسرعه شوف لي التراكيه في مكانها ولا لا، لان خطر جدا لو لقينا التراكيه شيفتد تو وان سايد، يبقى في ناحيه من السوركس فيها هاي بريشر، زق التراكيه والازر لانج تو ذا اوبزيت سايد. ان شاء الله بقى ايه اللي يعمل هاي بريشر ان وان سايد اوف ذا بلورال سبيس هنا هون. اكيد البلورال سبيس دون فيه هاي بريشر نتيجه تنشن نيمو سوركس، وكلنا طبعا عارفين الخطوره بتاعته. بص لي كمان على الجاجولار فينوس ديستنشن اللي هو طبعا بيدل على ال changes في الثوراسيك بريشر. بص على صدر العيان طبعا من قدام من ورا، احسن يكون عنده اوبن شيست ووند، لان لو في اوبن شيست ووند يبقى الهواء داخل جوه البلور سبيس، واللي عنده اكيد عنده نيمو سوركس اللي هي حاجه من اخطر الحاجات اللي بتمنع البريزنج وبتضر العيان ده هو في النفس بتاعه. بص على صدري الاكسبنشن بتاعه على ناحيتين زي بعض ولا في ناحيه فيها بلج؟ ايه ده بقى اللي يخلي في ناحيه فيها بلج؟ طبعا ده هاي بريشر هون ب تنشن نيموسوركس او هيموسوركس. العيان ده بيتنفس عادي يعني ولا ايه ده بقى؟ ان شاء الله ده بيستخدم الاكسسوري ماسلز اوف ريسبيريشن، وطبعا الاكسسوري ماسلز اوف ريسبيريشن دي طبعا تدل على صعوبه فظيعه في التنفس، وان العيان ده بيتنفس اجينست كمان ريسبيراتوري اوبستراكشن. بالبيشن حسس على السبكوتينيوس تيشو بتاعت صدر العيان، لا تلاقي فيه تحت الجلد هواء. لو حسيت طبعا بقليل هواء تحت الجلد ده يبقى العيان ده عنده سبكوتينيوس انفيزيما. اوعى العيان ده بقى تلاقي فيه حته بتتحرك عكس الشيست، الشيست وول كله طالع ديورنج انسبيريشن والحته دي سايبه ودخلت لجوه، وديورنج اكسبيريشن الشيست وول كله نازل ودي طالعه لبره. طبعا الجزء السايب ده من الشيست ده بيكون نتيجه مالتيبل فراكشرز ان مالتيبل ريبس، وطبعا دي الحاجه المشهوره اللي اسمها فيليل شيست. بيركشن بيركس الشيست كويس قوي احسن يكون في هايبر ريزونانس ان نيموسوركس، او دلنس نتيجه فلويد في البلورا، وطبعا فلويد في البلورا في حاله حادثه هيكون ايه؟ غير هيمو سوركس. اوسكالتيشن طبعا للابر واللور اير ويز احسن يكون فيه رونكاي هويزس اتسترا. في اخر الاسسمنت بقى بتاعك العيان ده هيكون عنده سيفير ريسبيراتوري ديستريس لو في خمس حاجات. ايه الخمس حاجات دول؟ تاكيبنيا اور ديسنيا. العيان يوز الاكسسوري ماسلز اوف ريسبيريشن. العيان ده هو حاولت تكلمه قلت له انت اسمك ايه؟
لقيته بيقول لك اسمي محمد. ايه ده بيتكلم بصعوبه كده ليه؟ فديفيكالتي سبيكينج ده برضو يدل على difficulty breathing. العيان irritable وconfused، طبعا irritable وconfused لانه مش عارف ياخد نفسه. طبعا العيان ده هو بقى ما تنساش تبص على البيتسايد اوكزيميتر بتاعه. ايه البيتسايد اوكزيميتر بتاعه ده؟ طبعا ده الجهاز الشهير اللي كلنا عارفينه اللي بيبقى محطوط في صباع العيان زي المشبك كده هون، والقراية بتاعته بتدلك على الأكسجين ساتوريشن بتاع العين، ده اللي اسمه أكسجين أوكسيومتري. لو مقياس الأكسجين يعني والساتوريشن بتاعه في الدم. العيان ده هون بعد ما عملنا له الأسيسمنت للبريزنج بتاعه، ايه بقى الميثود اللي هتعملها عشان تحافظ على جود بريزنج وتحافظ على حياة العيان؟ طبعا نمرة واحد واكيد لازم العيان ده هو يكون بياخد، كل العيانين اللي خدوا تروما على طول بنروح ملبسين لهم ماسك اكسجين، لازم ياخد اكسجين باي ماسك، دي اساسية. وبعدين بقى من الكشف بتاعك كويس جدا على العيان تقدر تشخص الاربع حاجات اللي ممكن يموتوا العيان لانهم بيمنعوا النفس بتاعه. ايه الاربع حاجات دول في السوركس المشهورين قوي اللي هم بيهددوا الحياة وبيمنعوا النفس والعيان ده هو حيموت نتيجة improper breathing؟ اربع حاجات، اتنين نيموسوركس، أوبي نيموسوركس وتنشن نيموسوركس وهيموسوركس وفليل شيست. الأربع حاجات دول في الأسيسمنت تكون في ثواني مشخصهم وتبتدي تعالجهم. لو عندك لقيت شيست ووند والهواء ايه ده الهواء داخل جوه البلورال سبيس ديورنج انسبيريشن، ده خارج ديورنج اكسبيريشن. طبعا انت لازم تمنع الحكايه دي بسرعه. الانيشال تريتمنت ان انت تحط اي نوع من انواع الدريسنج بسرعه، ان شاء الله حتى ورقه، تحط دريسنج بسرعه على الاوبن شيست ووند ده هون، وتقفل الدريسنج ده من ثلاث جهات. ايه حكمتها يعني من ثلاث جهات؟ عشان during inspiration الهواء بيكون خارج من الووند، الهواء خارج من الووند الناحية دي اللي انت مش سددها من الدريسنج تسمح بخروج الهواء من البلورة ومن الووند. تبص تلاقي ده during expiration الهواء هيكون طالع، during inspiration بقى الهواء عايز يخش، الهواء عايز يخش during inspiration تبص تلاقي الدريسنج بتاعك راح لازق على الجرح like a valve وقفل الجرح ومنع دخول الهواء تاني. فانت كده هو الدريسنج ده اللي انت مقفله من ثلاث جهات، انت كأنك حطيت valve على الايه على الجرح. الفالف ده يسمح بطلوع الهواء during expiration ويمنع رجوع الهواء ودخوله من الشيست ووند هو during inspiration. فدي الانيشال تريتمنت وفكره الايه الدريسنج ده اللي مقفول من ثلاث جهات ومتساب من ناحيه. طبعا اول ما بنوصل المستشفى بقى يلا بسرعه حط لنا الديفينيتيف تريتمنت، شيست تيوب هندخلها كده هو من الجلد للبلورال سبيس، والشيست تيوب دي طبعا هتبقى كونكتد ب underwater seal. طبعا ده الفكرة بتاعته القديمة اللي احنا كانوا بيستخدموها underwater seal بتاع زمان، وده الجهاز الحديث بتاع underwater seal. والunderwater seal ده هون بقى بيسمح ان احنا نعمل suction لأي جاز او fluid في البلورال سبيس. ده بالنسبة للأوبن نيموثوركس.
طب بالنسبة للتنشن نيموثوراكس، التنشن نيموثوراكس ده يموت بقى فعلا في دقائق معدودة، ويمكن حتى ساعات في السيفير كيس في ثواني. زي ما انتوا عارفين التنشن نيموثوراكس ده هو بيخش في البلورة وما بيخرجش، فالبريشر قاعد بيعلى 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 في البلورة، فيضغط على الريليتد لانج يعمل لها كولابس، والهاي بريشر في البلورة اللي على اليمين هتبتدي كمان تضغط على اللانج اللي على الشمال تعمل كولابس للكونترا لاترال لانج، واما اللانج بتاعتك اليمين والشمال يتقفلوا انت مت اكيد. طبعا العيان ده هو بسرعة جدا لازم نعمل له ديكمبريشن اوف ذا بلورال سبيس، بان انا اروح جايب وايد بور نيدل واروح داخل بيها في السكند انتركوستال سبيس، في الخط ده اللي معدي في نص الكلافيكل بالظبط في الميد كلافيكولار لاين. فانسيرشن اوف وايد بور نيدل ان ذا سكند انتركوستال سبيس ميد كلافيكولار لاين، ده هيعمل لك تمبوراري كنترول اوف ذا بروبلم. واكشوالي كده اول انت بتبقى حولت التنشن نيموثوراكس الخطر جدا 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 الى الاقل خطوره اللي هو الاوبي نيموثوراكس. على برضو كالمعتاد اول لما نوصل المستشفى تحط لي الانتركوستال تيوب، وتتصل ايه الانتركوستال تيوب طبعا كالمعتاد بالاندر ووتر سيل. هيموثوراكس، هيموثوراكس ده نفس الميكانيزم بتاع التنشن نيموثوراكس بس هيحصل بدم، وعايزين نشفط الدم بسرعه، الدم عايزين نشفطه بسرعه، فيبقى برضو كالمعتاد انتركوستال تيوب كونكتد باندر ووتر سيل. لو النزيف استمر يبقى لازم ناخد العيان ده على اوضه العمليات عشان هنفتح صدره بحاجه اسمها سوراكوتومي، يعني فتح الصدر عشان استكشف فين البليدنج بوينت واعمل هيموستيزس اوقف النزيف. رابع حاجة ممكن تموت العيان برضو في السريح حكاية الفليل شيس ده، هي الفليل سيجمنت دي أول لما تشوفها ثبتها لي بسرعة، بثبتها لك بسرعة بإيه؟ بغيار كوتون جوز بيبقى كده هو انشاش ومحشي أوب، فكوتون جوز غيرات على الحتة السايبة دي الفليل سيجمنت، واروح مثبت الفليل سيجمنت بالكوتون جوز ده هون بادهيزف باندج كده، يبقى الجزء اللي سايب دون انا ثبته على ما نوصل المستشفى بقى ونبقى نعمل له الاوبر ريدكشن والانترنال فيكسيشن. اخر نقطه وتسد دي في الشفه وكتير قوي لو جت سيرتها الانتركوستال تيوب دي، انت بتحطها فين؟ Nowadays, the standard site of insertion of intercostal tube is this position. طبعا دي الأجزيلا بتاعتك. الأجزيلا بتاعتك وكلكم عارفين anterior axillary line والposterior axillary line. أنت بقى هتعمل insertion للشيست tube بتاعتك في anterior axillary line ولا في posterior axillary line؟ لا في ده ولا في ده، في النص. وعشان أنت في النص ده خط بيتقال عليه انتر او ميد اكزيلاري لاين. الميد اكزيلاري لاين هنحط فيه الانتركوستال تيوب بتاعنا في اي حته بقى؟ في الفيفث انتركوستال سبيس. طب اجيب ازاي الفيفث انتركوستال سبيس؟ طبعا انت سهل قوي انت تعد الانتركوستال سبيسز، بس للسرعه بقى لو انت مستعجل ومش فاضي تعد وفي واحد تخين لا هيبقى اللاند مارك بتاعك النبل. الفيفث انتركوستال سبيس بيكون في مستوى النبل بتاع الرجاله طبعا. طيب وانت بقى بتحط الانتركوستال تيوب دي في الفيفث انتركوستال سبيس ميد اكزيلاري لاين، هو الانتركوستال سبيس النمره 5 دون ما بين انهي ريبس؟ طبعا احنا كلنا عارفين من اناتومي ان كل انتركوستال سبيس بيكون بيلو الريب بتاعه، فلو ده الفيفث انتركوستال سبيس يبقى ده اكيد مين؟ الفيفث ريب، واللي تحت ده السيكس ريب، وما بينهم الفيفث انتركوستال سبيس. وانا بخش بقى بالانتركوستال تيوب وبعمل السيرجيكال مانيبيوليشن بتاعي، اخش بالتيوب ده هي عند اللور بوردر اوف فيفث ريب ولا عند الابر بوردر اوف سيكس ريب؟ قاعده عامه نو سيرجيكال مانيبيوليشن،
at the lower border of any rib. Why؟ بص كده وانا عند اللور بوردر اوف ذا ريبس اللي هو نمره خمسه ده في ايه ده؟ ايه ده؟ ده النيورو فاسكولار باندل الانتركوستال نيرف وارتري وفين واي سيرجيكال مانيبيوليشن هنا هتعمل انجري للجماعه دول. عشان كده في الانتركوستال سبيس لو انا عملت اي سيرجيكال مانيبيوليشن انا دايما بشتغل عند الابر بوردر اوف ذا ريب نيفر عند اللور بوردر اوف اني ريب. ويبقى ده تاني نقطة في البرايمري سيرفي اللي هي البريزنج. Thank you for good listening and good luck.